الآن بدأت المرحلة الأخيرة من عملية الدفن، يعود بعد أن سقط طفل ريان في بئر في عمق 30 سنتيمترا في جبل، يعود من جديد لوراء الثرى في عمق هذه الجبال. الناس متأثرة جدا بهذا المشهد، تعتبر أن لديها قصة تستحق أن تروى طيلة السنوات المقبلة، وأن الطفل ريان ولو أنه ميتا أخرج قريتهم من عزلتها من صمتها، وجعل العالم يتحدث عن هذه القرى الجبلية في سلسلة جبال الريف في شمال المغرب. طبعا هذه الجنازة تجري بحضور مسؤولين من الإدارة الترابية المغربية الذين ينسقون مع الديوان الملكي المغربي ومع خلية الأزمة المحلية والمركزية الرباط طيلة هذه القصة، لأن هذه الجنازة أصبحت جنازة مغربية رسمية بعد أن دخل الديوان الملكي على الخط. تستمر الجنازة وسط قراءة أدعية وآيات من القرآن الكريم وفق التقاليد التي يتبعها السكان في هذه المناطق المغربية.